السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة، بس إن شاء الله يبقى بطريقة كده حلوة ولذيذة كده، وأنتي بتقدمي لي ضيوفك يعني تقدميه يبقى شكله حلو يعني معاكي. أنا عندي اللحمة المفرومة أنا مع الصاجاها طبعا بالبصل والفلفل الأسود والملح والبهارات بتاعتي 7 بهارات، وعصقتها زي ما انتوا شايفين كده اهيت عادي خالص، وعندي الجبنه المبشوره جبنه الجوده المبشوره، وعندي الصينيه بتاعتي كبيره اهي انا دهناها ومجهزاها ان انا ايه افرد على طول فيها، وعندي لفه الجلاش اهي زي ما انتوا شايفين. هبدا هنا اول حاجه هجيب الورقه بتاعت الجلاش بتاعتي، وهجيب الزيت كده واديها تلميعه بيه كده كلها، مش مشكلة حتى لو اتقطعت مفيش مشاكل، وابدأ انزل باللحمة المفرومة على الطرف بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. اهيت اسويها كده وارش عليها، اتمنى يكون الصوره بس واضحه كده، وارش عليها الجبنه المبشوره افردها كده، وابدا الفها بشويش كده اهيت، وبقت بالشكل ده، واحطها عندي هرصها بقلب الصينيه. عندي هعمل معاكم واحده تانية، طبعا انا بلف الجلاش واخد منه ورقه والف الباقي علشان ما ينشفش معايا اهيت، انا اخد ورقه تانية بسم الله ممكن ناخد ايه ناخد ورقتين المره دي نعملها بورقتين عشان تكون افضل اهيت. هدهن الزيت، والزيت عشان يخلي الورقة مورقة معايا اهيت، واحط اللحم بتاعتي تمام كده، وهبدأ انزل بالجبنة المبشورة معايا كده. طبعا في التقديم بيبقى شكلها جميل جدا، احسن من ان انتي تحطيها كلها وتحطي عليها تحطي من فوق من تحت اللحمة المفرومة وترصصي الصينية، ده افضل بكتير في الشكل وفي التقديم. لو عندك ضيوف او عزايم في رمضان او حاجة بيديك شكل حلو قوي اهيت. وهرصها عندي في الصينية وهلفهم كلهم وارجع لكم تاني. هنا انا بعد ما لفيتهم كلهم في باقي شوية في الصينية مش مشكلة، هبدأ بقى اقطعهم بالسكينة كده بالشكل والحجم اللي انا عاوزاه، يعني هاخدهم على 3 كده اهوت، هقطعهم كده تمام كده، اتاكد ان هم اتقطعوا تمام، هقطعهم
كده تقطع كلهم. انا عندي هنا مجهزة كوباية حليب على بيضتين، هبدأ انزل عليهم ورشيت عليهم ملح وفلفل اسود، هبدأ انزل كده اصبهم على الجلاش بتاعي اهوت. هخليه كله يشرب منه وهدخله الفرن وهنشوفه مع بعض ان شاء الله لما يخرج هيبقى شكله عامل ازاي. وهنا اصدقائي انا بعد ما خرجت الجلاش، صوابع الجلاش زي ما انتم شايفين اهي الشكل والجمال. طبعا لو في اي عزومه عندك في رمضان او غير رمضان هتشرفك، هتبقي حطها على السفره شكلها حلو وطريقتها جميله جدا. غيرنا العاده بتاعتنا ان احنا بنعمله مربع الشكل المعتاد عليه اهوت، وسهل جدا وما بياخدش اي وقت ولا اي مجهود، سريع جدا. وممكن على فكره نبدل الحشو، يعني ممكن انا حشيته ممكن نزود له زيتون او فلفل، يعني نزود الحشو على حسب الرغبه برضو. اتمنى انكم تجربوها، يا رب ان شاء الله تنال اعجابكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو شيروه مع اصدقائكم وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.